السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا في الآونة الأخيرة أو الأيام الأخيرة نصب موقع هوكبول على ما أعتقد بهذا الشكل. هذا الموقع يعني رأيته منذ عدة أشهر، تكلم عليه وقام بالترويج له الكثير من اليوتيوبرز، سواء يوتيوبرز أو يعني أي صانع محتوى. فاليوم إن شاء الله راح نتكلم على عملية النصب هذه، وأيضا راح نتطرق إلى شيء مهم، يعني ما هي بدائل هذه مواقع الاستثمار، كيف نقوم ب يعني جني المال من الانترنت بدون الاستثمار، بدون خسارة الأموال، لأنه هذه المواقع أصبحت يعني عادة، هذه المواقع أصبحت يعني عادة، والكثير من الأشخاص لغاية الآن لا زالوا لا يفهمون أن هذه المواقع هي مواقع خلقت من أجل النصب، من أجل النصب فقط، يعني لا يوجد أي شيء آخر، من أجل النصب فقط. هل يوجد يعني شخص يأتي ويعطي كل يوم مثلا 5 دولار أو 10 دولار أو 20 أو 30 باستثمارك مثلا ب10 أو 20 دولار؟ لا يوجد. المهم بالنسبة لهذا الموقع، على ما أعتقد أنه موقع مصري، قاموا بالنصب في الآونة الأخيرة. الكثير من الأشخاص يعني في البداية قاموا بعمل فيديوهات ينصحون الناس أن هذا الموقع نصاب وأنه سوف يأتي يوم وينصب. الكثير من الأشخاص يعني شاهدنا فيديوهات، والكثير من الأشخاص يعني يضحكون في التعليقات، هذا الموقع يعني جيد، هذا الموقع يسحب، ماذا تقول، ماذا كذا وماذا كذا، وفي الأخير ماذا؟ ها؟ ماذا؟ تم النصب. نعم أكيد، يعني بعد ما بدأنا أو بدأت بشركة يعني AI ماركتينج ثم جودلين وي، من كان يقول أنه جودلين وي سوف تنصب؟ من قال؟ من قال؟ أي شخص. ولكن في الآونة الأخيرة أصبحت كل هذه المواقع التي تدعي أنها راح تستثمر لك أموالك وقوة، يعني تحصل على أرباح يومية 5 دولار و10 و20 و25، كلها نصب، كلها نصب واحتيال. يأتي أي شخص يعني يعمل سكريبت أو يشتري سكريبت لموقع ويبدأ في الترويج له ويبدأ في جذب المستخدمين، عندما يعني يجمع رأس مال قيمته 5 مليون دولار. هل تعرف قيمة 5 مليون دولار؟ رقم كبير وكبير جدا جدا جدا، 5 مليون دولار، 10 مليون دولار، يعني تقريبا هذا الموقع هوكبول نصب ب 7 مليار جنيه استرليني، يعني 7 مليار، يعني تقريبا جميع المصريين تم النصب عليهم، جميع المصريين يشتكون من هذا الموقع. وعلى ما اعتقد يعني شاهدت بعض الفيديوهات انه تم القبض على يعني صاحب الموقع او اصحاب موقع هوكبول، وبالتالي راح يتم تقديمهم الى المحكمة. هل سيتم استرجاع أموال الناس أم لا؟ الله أعلم. نتمنى أن يتم استرجاع الأموال. يعني كنصيحة فقط، مهما كان الموقع الذي يقول لك أنه سوف تستثمر مثلا اليوم وغدا نعطيك 5 و10 و1، ومهما أي قيمة يعطيها لك يقول لك ضع أموال وغدا أو بعد غد أو بعد شهر راح تحصل على أموال إضافية، فلا تقم بوضع أموالك، لا تقم بوضع أموالك في أي موقع كان مهما كان. حتى لو قال لك أنه هذه شركة حقيقية موجودة على أرض الواقع، يعني لا تضع أموالك، لا تضع أموالك مهما كان الأمر، حتى تجنب عملية النصب بكل سهولة لا تقم بوضع أموالك في هذه المواقع. يعني واضحة جدا، تخيل أنت موقع تضع فيه 10 دولار وكل يوم يعطيك 2 دولار، هل هذا واقعي؟ غير واقعي. يعطيك لمدة يعني شهر، 25 يوم، 10 أيام، 6 أشهر، عام، يجعلك أنك تثق في الموقع، وبالتالي بعد ذلك راح يتم يعني، وهو في تلك الفترة هو يحذر لعملية النصب. فبالتالي أي موقع مهما كان لا تقم بالوثوق به، لا تضع أموالك في أي موقع كان، كنصيحة فقط، لا تضع أموالك مهما كان، لا 1 دولار ولا 10 ولا نصف ولا 100 ولا أي شيء. يعني كما قلنا أنه هذه الشركات أصبحت يعني
كل يوم يعني تخرج لنا شركة جديدة يقول لك أنه موجودة على أرض الواقع، لاحظوا هنا مقراتها وكذا واستثماراتها وكذا، وفي الأخير هي كلها مبنية على النصب. كل هذه الشركات مبنية على أساس النصب، يعني هم يضعون المشروع في بدايته، كم سوف نشتغل، كم سوف نجمع أموال وهكذا، وكم سوف نشتغل المدة وننصب على الناس، كم سوف نجمع مثلا من رأس مال 10 مليون دولار، 20 مليون، 30 مليون، 100 مليون، وبعد ذلك يتم النصب. إذن حتى نتعرف على بعض البدائل، كما قلنا هنالك الكثير من القنوات التي ينصحون بعدم الاستثمار في هذه المواقع، فبالتالي قوموا بمتابعة هذه القنوات لأنها صراحة تقدم إفادة كبيرة جدا، وتنصح الناس بعدم وضع أموالهم في مثل هذه الشركات. حتى يعني نتطرق إلى بعض المجالات ولا بعض الطرق للربح من الإنترنت بدون يعني رأس مال، لا تحتاج منك رأس مال. بصفتك مبتدئ محترف تريد أن تربح من الإنترنت، مهما كان نوعك، لا تعرف أي شيء من الربح من الإنترنت، تستطيع أن تربح. مثلا إنشاء قناة يوتيوب مجانا، ترفع عليها فيديوهات، تحقق الشروط وتبدأ في الربح. هذه فيما يخص إذا كنت لا تستطيع تسجيل فيديوهات وتقول أن القناة يعني يجب أن تشتغل عليها كثيرا وهكذا، يمكنك فتح مدونة، مدونة مجانا، مدونة بلوجر مجانا، كل شيء مجاني، تستطيع الحصول على القلم مجاني، أيضا راح تحصل على دومين مجاني، كل شيء مجاني، فقط يعني اكتب محتوى، بعد الموافقة راح تبدأ في تحقيق الأرباح، مفهوم؟ يمكنك أيضا مثلا الاعتماد على التسويق بالعمولة من بعض المواقع، هناك بعض المواقع التي تتيح لك التسويق بالعمولة، وأيضا يعني بعض الطرق الأخرى التي يمكنك أن تربح منها، فهنالك الكثير من الطرق، ليست فقط هذه الطرق بل هنالك طرق كثيرة وكثيرة جدا، ربما أيضا التجارة الإلكترونية فقط. يعني هذه الأشياء هي سهلة وبإمكان أي مبتدئ، يعني لا تحتاج لا خبرة ولا أي شيء، فقط راح تبدأ في العمل عليها مجانا وبدون أي خبرة. قناة يوتيوب مدونة، مدونة كما قلنا، بعد الموافقة عليها راح تقوم ب يعني وضع عليها الإعلانات وتبدأ في الربح من هذه القناة. وأيضا كما قلنا التسويق بالعملة، مثل تسويق العملة على موقع الإكسبرس، أيضا هنالك بعض المواقع التي تتيح لك التسويق بالعمولة، هنالك أيضا مواقع الخدمات المصغرة مثل خماسات ويعني غيرها من المواقع الخاصة بالخدمات المصغرة، فقط أنك تكون لديك موهبة في شيء ما، ربما في المونتاج، في التصميم، في لديك يعني تعرف برمجة المواقع، برمجة التطبيقات، يعني تتحدث الإنجليزية بطلاقة، يعني تستطيع الترجمة ما بين اللغات، سواء اللغة الإنجليزية إلى العربية والعربية إلى الإنجليزية إلى الإسبانية إلى الصينية أو غيرها من الطرق وغيرها من الأشياء التي يمكنك أن تعمل عليها. وأقل شيء يعني راح تحصل على خدمة بـ5 دولار، 5 دولار يعني قيمة جيدة في اليوم، بدون أن تستثمر وبدون أن تفعل أي شيء، يعني فقط خدمة واحدة بـ5 دولار أقل شيء. يمكن أنك يعني الخدمة تصل إلى 100 دولار، إلى 200، إلى 300 على حسب الخدمة. مثلا برمجة التطبيق هي تحتاج إلى عمل، وبالتالي راح تحتاج منك رأس مال، تطلب مثلا من شخص أن يبرمج لك تطبيق من الصفر، وبالتالي راح يطلب منك ربما 200 أو 300 دولار إلى غاية 400 إلى غاية 500 إلى غاية 1000 دولار، ممكن يفوق على حسب التطبيق والمحتوى الخاص به. إذا هذا هو الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم، تكلمنا على نصب موقع هوك بول، فبالتالي نصيحتي الأخيرة لا تضع أموالك في أي موقع كان. وفي فيديو قادم إن شاء الله راح نتحدث على أهم المجالات أو أهم المجالات كما قلنا للربح من الإنترنت مجانا وبدون أي رأس مال وبدون أي خبرة. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.